والبداية مع الأخبار السياسية المحلية. صندوق الإسكان يعلن موعد التقديم على الإلكتروني على القروض. التقديم على الإلكتروني على القروض يكون أيام الأول والثاني والثالث والرابع من كل شهر في بغداد والمحافظات. يكون التقديم الساعة 9 صباحا سواء كان هنالك دوام رسمي أم عطلة. نفى مصرف الرافدين الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل عن إيقاف السلف والقروض. وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان أن المصرف مستمر في عملية منح السلف والقروض للموظفين والمواطنين وشرائح أخرى. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع تحديدا ينضم معنا المتحدث الرسمي لمصرف الرافدين الأستاذ وسام محمد. مرحبا بك أستاذ وسام. أهلا وسهلا، حياكم الله. يا أهلا بك أستاذ وسام. يعني بالحقيقة دعنا نتحدث عن الإشاعة الأخيرة التي ظهرت عبر العديد من القنوات وحتى لربما مواقع التواصل الاجتماعي أنه مصرف الرافدين ينفي خبر توقف القروض للموظفين والمواطنين، لكن الأخبار التي صدرت أكدت على أنه المصرف لم يمنح الموظفين والمواطنين القروض. ما صحة هذا الخبر وأنتم نفيتم أيضا هذا الخبر؟ في البدء شكرا لكم ولمستمعيكم الكرام على هذه المداخلة. مثل ما تعرفون أنه مصرف رافدين منذ يوم أمس أصدر بيان نفى فيه إيقاف السلف والقروض بالنسبة للموظفين أو المواطنين، وما يروج من قبل وسائل بعض وسائل الإعلام وبعض مواقع التواصل الاجتماعي هذا غير صحيح. المصرف مستمر بمنح السلف عن طريق نظام الكتروني، برنامج الكتروني يتيح استلام هذه السلفة بطريقة فورية وبلحظة مباشرة عن طريق البطاقات الالكترونية. عن طريق حدد المصرف عدد من فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات للتقديم على هذه السلفة. هناك زخم حصل في بعض الفروع، لكن المصرف توسع في عملية المنح وأرفد فروع آخرين بالنظام الإلكتروني، وتم تمشية الأمور والتقديم على السلفة بطريقة سلسة وبنجاحات متحققة. ولا صحة لإيقاف تلك السلف أو القروض. جيد جدا. طيب أستاذ وسام، يعني دعنا نتحدث عن طبيعة كيفية استلام هذه القروض وما هي الشروط الواجب توفيرها لدى الشخص الذي يقوم بطلب القرض تحديدا. طبعا بالنسبة للموظف، الموظف الراتب وهو على مصرف الرافدين ومن حاملي بطاقة الماستر كارد لمصرف الرافدين ما عليه سوى إبراز هذه البطاقة والسيرتيفيكات الثبوتية إلى الفرع، ومن ثم موظف الفرع يقوم بتدقيق هذه المعلومات عن طريق نظام الإلكتروني في الحاسبة، ثم ذلك يقوم بملء الاستمارة الخاصة يعني حصول على هذه السلفة، ومن ثم بعدها مباشرة وبنفس اللحظة يقوم باستلام هذه السلفة. هذا النظام يكاد يكون كمصرف رافدين أول مصرف بدأ بتطبيق هذا النظام، يعني من غير المؤسسات المصرفية الأخرى. المصرف قام بتنفيذ هذا النظام لكي يتلائم مع الحاجة الفعلية لجمهوره ولزبائنه. زين، المواطن العادي كيف اليوم يقدر ياخذ القرض؟ المواطن عالي المصرف الرافدين خصص مجموعة من الخدمات المصرفية والمنتجات للمواطن لدعمه من هذه المنتجات اللي هي قروض المشاريع الصغيرة. جيد. قروض 25 تصل إلى أقصى حد 25 مليون بإمكان أي شخص لديه محل، لديه ورشة عمل، لديه مركز، أي شيء يقوم بتقديم على هذا القرض عن طريق وحسب الرقعة الجغرافية للمكان السكني، يقوم بالتقديم على هذه الخدمة ومن ثم تجري بسلسلة مراجع وبمدة فترة معينة يقوم بمنح هذا القرض. زين، الكفالة بالنسبة للمواطن العادي من اللي كفله؟ أكيد المواطن عندما يروم التقديم على القرض المصرف وضع شرط التقديم، شرط تقديم الكفالة في كفيل موظف مدني. أما المواطن لدى مصرف الرافدين فلا يحتاج للكفالة. زين، ماذا عن الداخلية والدفاع؟
طبعا الداخليه مستمر، يعني المصرف رابطين يعني مستمر بمنح السدد في منتشبي وزاره الداخليه. حدد المصرف اليه معينه وهي طبعا مخاطبه المديريات وزاره الداخليه بتسديده باسماء والمنتسبي الداخلي الذين يرمون التقديم على هذه السلفة، وعن نعم. طريق قرص، ومن بعدها يقوم المصرف بتدقيق هذه الأسماء من ثم دعوتهم إلى الخط فرع الرئيسي لمنح هذه السلفة. زين، القيمة الإجمالية لهذه القروض بالنسبة للموظف، ما هي القيمة اللي بإمكانه اليوم أنه يأخذها؟ وكذلك المواطن العادي، حضرتك ذكرت لي يمكن 25، لكن الموظف 25 مليون إضافة إلى ذلك قروض البناء. طبعا أي شخص لديه قطعة أرض ممكن البناء في قطعة أرض سكنية 50 مليون، طبعا ترميم، قروض الترميم 30 مليون للمواطن. طيب الفائدة هل هي تراعي ظروف المواطن أم تكلفتها تكون عالية؟ طبعا نسبة الفائدة يعني تحدد على نسبة نوعية القرض. قروض البناء 5%، قروض الترميم 5%، قروض السيارات تقسيمات تكون 400%، وهكذا تقسم القروض على أساس، تقسم الفائدة على أساس نسبة كل منتج وكل خدمة يقدم للمواطن. زين، ماذا عن القروض بالنسبة لشقق بسماية؟ أي يتم منح قروض؟ أكيد شقق بسماية وحسب التوجيهات يعني الحكومة المقدمة 10%، ونسبة طبعا التسديد بعد أن كانت 15% أصبحت اليوم 25 سنة. هل ما زال جاري هذا الموضوع؟ لأنه بعض المواطنين اشتكوا على أنه هذه القروض متوقفة حاليا بالنسبة للشقق. لا، إن شاء الله قريبا جدا جدا وسيتم يعني الشروع بمنح هذا. نعم، عندكم تاريخ يعني محدد ممكن حتى نبشر بالعالم اللي ده تنتظر؟ يعني حاليا تطور الإجراء، إجراءات بسيطة إن شاء الله يقوم باستكمالها المطبخ ومن ثم اطلاقها عن طريق وسائل الاعلام قريبا. نعم. جدا ان شاء الله. كل الشكر لك استاذ وسام محمد، نورتنا، تحياتنا لك. مشاهدينا الاكارم اهلا بك. مشاهدينا الاكارم نلتقي معكم بعد هذا الفاصل.